خلص ما في أي مشكلة، إذا ما لقاني يتركهم بالمكتب برجع بحكي معك. باي باي. أهلين بالأستاذ رامز، اليوم بدنا نسهر مع بعض. أنت طالع تسهر وأنا عميد فرع الأمن الجنائي بهدلني وطلع من مكتبي زعلان؟ ليش ما التزمت بنص الحلقة؟ التزمت؟ التزمت ونص الجملة اللي حذفوها ما قلتها. بعدين أنا عم بحكي نبض الشارع رامز، مو نشرة أخبار ولا شو له طعمة برنامج على الهواء. لا أنت شكلك راسك كبران ومفكر حالك عم تشغل بالمريخ. رح أقلك كلمتين، وقت الجد هتلاقي حالك برا. أنا اعتذرت باسمك وباسم القناة ودافعت عنك وقلت لهم أنه سياق الحلقة وصلك لهون وخانك التعبير، بس إياك إياك مرة تانية تحطني بهذا الموقف، فهمان؟ شو مانك عارفان حالك مع مين على الآن؟ نحن حطينا إمكانيات المحطة كلياتها بخدمتك وراهنا عليك، وأنا مراهن على ذكائك وبذكرك غلطة الشاطر بألف